لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رحم الراحمين اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان وأيده بالنصر يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأحبتي المشاهدين الكرام سلام من الله عليكم في هذه الاسحار المباركه اسحار شهر رمضان الكريم اعادها الله ان شاء الله علينا بظهور سيدي ومولاي صاحب الزمان سلام الله عليه وان نكون من اولئك الذين يستجيبون لدعوته لسانا وقلبا وروحا ان شاء الله تعالى. اليوم كما كل يوم ابدأ معكم ان شاء الله في التدبر القراني في سوره البقره والايات الكريمه من سوره البقره والتي يعني كانت وما زالت هي يعني الاساس الان في التدبر القراني باعتبار انني في السنه الماضيه ابتدأت من اول القران واستمر الحال هذه السنه ان شاء الله لما وجدت عند الاخوه والاخوات من يعني روح استقبال للتدبر القراني، ان شاء الله اكون في مرضاه سيدي ومولاي صاحب الزمان سلام الله عليه. اذا كنتم وياي وبالتاكيد انتم وياي ارجو من الاخوه والاخوات انه القران يفتحوه في الصفحه 10 بالتحديد. و كاسترجاع بسيط أيضا ككل يوم مختصر لما جاء في يوم البارحة وإن شاء الله إن شاء الله أكون معكم ضمن التدبر القرآني وسأقف عند أعتقد يعني إن شاء الله إذا الله سهل عند الآية 66 ولهذا سأبدأ من الآية 62 بالقراءة وأنا معكم وتابعوا معي إن شاء الله وسوف تكون او سوف يكون التدبر في الايات الايات 63 و64 و65 و66 ان شاء الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثُمَّ تَوْلَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها، لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. اخواني اعزائي بمراجعه سريعه جدا البارحه تكلمت في الايات 62 او في الايه 62 ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون البارحة قلت على أن هناك في هذه الآية معيار مهم من الله سبحانه وتعالى وعلى هذا المعيار وعلى هذا الميزان يبدأ تقييم الإنسان المعيار يعتمد على ثلاثة أشياء أو ثلاثة قواعد أولا الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح وعندما تاتي الايه وتتحدث حول هذه المعايير يعني ليس معناه اننا نترك الامور الاخرى باعتبار ان رب العالمين قال لنا التزموا بهذه، لا القضيه ليست كذلك. ولكن هنا رب العالمين عندما ياتي بهذه المعايير هنا للتقييم انما يقول يريد ان يقول على ان الانسان محصور ما بين التوحيد والمعاد بين الخلقه اصل الخلقه وأن الله هو الذي خلقك وأفاض عليك وما بين المعاد الرجوع إلى الله يعني من البداية إلى النهاية ما بينهما شنو ما بينهما العمل الصالح يعني رب العالمين كأنما دي يقول هيتش يقول أنه أنت بين قوسين القوس الأول يبدأ بالإيمان بالله التوحيد أنه لا شريك له وينتهي وينتهي المعاد الرجوع الى الله سبحانه وتعالى ويمر ما بين الاول والثاني بشنو؟ العمل الصالح. زين، هذا هذا مفهوم بحيث انه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا قبل ما يعني انه اقول لانه لفتت انتباهي انه شنو الخوف وشنو الحزن يعني. يعني ليش هذا النبات عن ليش قلت لكم قلت لكم انه كل ما تعيد الايه تلقى بها اشياء، انا يعني المشكله دا اعيد الايات ولما دا اركز عليها دا القى اكو يعني يعني اكو اشياء زين شنو الخوف وشنو الحزن عموما بس قبل ما اجي الى هذه القضيه ان الذين امنوا يعني قلنا قلنا الذين امنوا هم المسلمون والذين هادوا اليهود والنصارى المسيح والصابئين ومن هنا علمنا من ان الصابئه لهم دين ولهم كتاب من هذه العباره الموجوده او من هذه الايه الكريمه الموجوده ان لهم دين ولكن هذا الدين وانا قلت البارحه باعتبار انهم انهم يقولون من ان هذا الدين قد نزل على نوح عليه السلام عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام ومن نوح الى سام ومن سام الى رام اولاد نوح ومن رام الى ابراهيم الخليل نبينا ابراهيم ومن ابراهيم الخليل الى موسى ومن موسى الى يحيى بن زكريا ولهذا هناك اقوال من ان هناك صابئه حنفاء وهناك صابئه مشركين زين الصابئه الحنفاء شنو؟ والصابئه المشركين شنو؟ هذه اقوال وهي يعني انا كلها تناولتها قلت لكم في برنامج في الروضه الحسينيه في اذاعه الروضه الحسينيه حول الصابئه بشكل عام ولكن هذه القضيه من انه هناك صابئه حنفاء يعني بقوا على دين ابراهيم الخليل زين هسه واحد يقول يقول زين هذول اذا بقوا على دين ابراهيم الخليل زين مو اجتي اجدين موسى عليه افضل الصلاه والسلام نعم هم انتقلوا الى موسى يعني هسه واحد يقول يقول زين اذا هم على حنفاء زين اذا حنفاء مو اجت رساله موسى عليه افضل الصلاه والسلام هذول شنو هذول شنو هذول مسلمين حنفاء ومن جاء بعد ابراهيم موسى عليه السلام انتقل جمع الى التوراه يعني الى دين موسى ولهذا بقي اناس على دين الحنيفيه وقسم من الصابئه مشركين باعتبار انهم هناك يعني هناك فرق منهم من يعبد الافلاك والنجوم وهناك من يعبد يعني لا أقول يعبد لكي لا أتجنى على هذه الفرقة وهم إخواننا باعتبار أننا نعيش في وطن واحد هم متواجدين في العمارة وغير العمارة في المناطق اللي هي دائما بصف الشط لأنه عندهم قضية التعميد وقضية الغسل هو عندهم أغسال موجودة بالشتاء والصيف دون النظر إلى البرودة أو الحرارة لأنه في دينهم التعميد عموما التعميد هم قضية موجودة ضمن تقاليدهم وطقوسهم الموجودة في عند الصابئة من هنا أقول من أن هؤلاء الصابئة أنا ليش دا أركز على ليش لي أكو قول أكو قول آخر راح أقول لكم يا ولكن بس خلوني أنه أوضح هاي الفكرة أن الصابئة أن الصابئة من هنا هناك أناس يصومون شهر رمضان ويتوجهون للقبله في صلواتهم يعني مو مثل صلواتنا لا في صلواتهم يتوجهون الى القبله ومنهم ومنهم من هذه الطائفه من لا ياكل لحم الخنزير ولا ياكل الميته يعني اكو تشابه موجود وهم قرباء الى قريبين الى الحنيفيه زين المشركين المشركين هناك من الصابئه طبعا هناك من من يعبد الافلاك والنجوم هناك من يجعل قضيه المطر والانواع الجويه على اساس هذا المطر يتحرك في سفره في اكله في كل كل الامور الحياتيه بمجرد قضيه المطر يعني عد المطر مقدس هسه عباده مو عباده الله اعلم ولكن هذه فرقه يعني قسم ما اريد اقول فرقه على مود لا اقسمها الى فرق هناك من تعبد الملائكه هناك فرقة تعبد الملائكة ويقرؤون الزبور يعني تعبد الملائكة لا تعبد الله ويقرؤون الزبور زين أنا اللي أريد أجي هنا شريد أقول أقول لما هنا أهنا قالوا قالوا والنصارى والصابئين يوحي لي مئة بالمئة على أنه شنو أكو دين موجود والأحاديث الموجودة خلينا نقول والتاريخ يقول على أنهم من أتباع نوح إلى أن وصل إلى يحيى بن زكريا بعد وصول بعد وصول الصابئة إلى قضية يحيى بن زكريا الأمر اختلف تماما ليش اختلف تماما لأنهم يقولون من أن جبرائيل كان يوحي إلى يحيى بن زكريا وهذا الأمر يعني ما بي أي شيء باعتبار نبي من الأنبياء يحيى بن زكريا ولكن عندما عندما جاء دين عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام لابد أن يترك يحيى بن زكريا طبعا يترك شنو يترك يترك كمنهاج لا مو كمنهاج لأن منهاجه إلهي فيكون مع عيسى أيضا هم إلهي ماكو ماكو اختلاف بالقضية ولكن عندما ياتي الدين الجديد ويقول على ان هناك بعض الطقوس التي تقومون بها هي ليست صحيحه هنا الكلام فلا بد ان يتبعون ماذا؟ يتبعون الدين المسيحي. لا اريد الخوض في هذا المجال يعني اكثر من هذا ولكن للمعلومات فقط فقط على ان للصابئه كتب مقدسه موجوده. هذه الكتب طبعا كتبه هواي موجودة ولكن هذه الثلاثة كتب هي مهمة عندها عند عدما عند الصابئة هاي للمعلومات بس أنا ما ردت يعني أتحول من مكان إلى مكان بدون ما أنه شنو بدون ما يعني أعرج على هذه القضية هناك ثلاثة كتب الكتاب الأول الذي يتحدث عن أصل الخلقة بداية الخلق عند الصابئة أقول لكم عند الصابئة اسمه كيزاربا كيزاربا هسه شنو معناها؟ شنو وضعيتها؟ لانه احنا س... احنا يجوز ما نعرف على انه كلمة كلمة صبا او صبا انما يقولون يعني الكثير من الناس حتى المستشرقين يقولون على انها كلمة عبرية هي كلمة من كلمة يعني ثلاث احرف صاد وباء وعين صباح ولكن للتخفيف بالكلام العين تحولت إلى يعني صبأ الصبأ باللغة العربية يعني التحول من دين إلى دين الخروج من دين إلى دين ولهذا احنا نسمع في فيلم الرسالة تتذكرون كليتكم حافظيها طبعا وإن كان جماعة يقولون لما ننكتل الحمزة بعد احنا ما الله فيلم الرسالة هاي لل يعني اللطافه دائما يقول لك لما انقتل الحمزة بعد ما لنا شغله في فيلم الرساله عموما فيلم الرساله شو يقولون هؤلاء او هذا صبا عن ديننا يعني شنو يعني طلع عن ديننا او هؤلاء صبوا عن ديننا طلعوا من ديننا ولهذا هذه العباره هذه الكلمه هذه الكلمه هناك من يقول على انها عبريه وهناك من يقول على انها عربيه كيف ما كان كيف ما كان هي تعطي هذا المعنى تعطي هذا المعنى إذا عندما نأتي إلى الكتب المقدسة ماذا نجد نجد على أن كتاب اسمه كيزاربا اللي هو شنو اللي هو بداية الخلق أنه كيفية الخلق وهناك مضامين موجودة في هذا الكتاب بالنسبة للصابئة تتحدث عن أصل الخلقة هسة اصلا انا ما يعني يعني كقراءه بس اطلاع سريع يعني ما مطلع يعني صراحه علي على يعني مود اقول لكم شنو بيه بس ولكن هناك بدايه للخلقه للخلقه كانما كانما تشابه بدايه بدايه الخلق بالنسبه الى القران الكريم او ديننا الاسلامي عموما الكتاب الثاني الكتاب الثاني ايضا هذا الكتاب اسمه اسمه سر داهي هسه هاي العباره هاي شنو ما ادري يعني بس بالنتيجه انه هو اسمه سر داهي. طبعا اه هنا شو يتحدث هذا الكتاب؟ يتحدث عن المعتقدات. المعتقدات السماويه التي يعتقد بها من الصابئه. الكتاب الثالث على مود الوقت لا ياخذني، الكتاب الثالث اسمه قلستا. قلستا. شنو هذا الكتاب؟ هذا الكتاب يتحدث عن عن الحياه الزوجيه. قضية الزواج وكذا وهذا هالأمور زين احنا عندنا سؤالين يعني الباحة طرحنا السؤال الأول يومهم السؤال الثاني السؤال الأول قلنا على أنه هذول مصيرهم شنو يعني هذول اللي كانوا قبل الإسلام شنو مصيرهم قلنا على أنه القرآن حدد الموقف ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل, فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين زين يعني حدد القرآن من أن هؤلاء عند مجيء الاسلام كل على دينه من مات في دين موسى فله الجنه مؤمن من مات في دين عيسى فله الجنه من مات في دين ابراهيم فله الجنه من مات في دين نوح فله الجنه المؤمن هنا لما وصل الاسلام قال بعد اي دين ما مقبول يجب ان تتحولوا الى الاسلام ولهذا كان القران واضح جدا زين يمكن واحد يقول يقول زين احنا ليش ما نعرف شيء عن الصابئه شو ما عندنا يعني معلومات عن الصابئه وضعيتهم هسه يمكن لو تسال جماعه مثلا من اهل العماره باعتبار هواي هناك موجودين وايضا في ال يعني الشمال كذا بس لما تسال يعني اهل الجنوب العماره يقول لك نعرفهم وطبعا خوش ناس وطيبين واخلاقهم كلش حلوه وكذا وان كان عندهم قضيه يعني قضيه السحر وهالامور هذني الموجوده عموما لا ندخل في هذا الموضوع ولكن لما تجي تجي لهم وتريد تعرف حياتهم منغلقين على انفسهم، ليش منغلقين؟ لانهم يعتقدون على ان الدين الذي اتاهم فقط لهم وليس لعامه الناس. ولهذا تراهم لا يبلغون عن دينهم لا يتحدثون عن دينهم زواج ماكو الصب من الصبية لا يعطون ولا يأخذون ولهذا نعتبرهم منغلقين هذا الأمر اللي ردت أنه أوضحه بالنسبة إلى الإخوة والأخوات إن شاء الله ماكو في شيء اللي فاتني في بالي بس وقفت لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الخوف شنو ويحزنون شنو خاف واحد أقول عفو يعني خاف واحد يقول يقول ابو اياته شو انت كل كلمه توقف يمها هو خوف وحزن اي أيوة والله هو ادري هو خوف وحزن بس بس حلو انه لما نوضح على انه الخوف الخوف غير الحزن الخوف انك تترقب والحزن شنو بعد وقوع المصيبه الخوف انك تترقب شيء فخائف من عده يقع او لا يقع ولكن الحزن شنو الحزن شوف البلاغه القرآنيه ايش جميله يعني يعني ما بين الترقب والحزن ده يقول لهم على انه من آمن بالله التوحيد وعمل صالح و واليوم الاخر آمن بالمعاد وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم، زين هذا الاجر شنو؟ هذا الاجر عظيم بحيث انه لا ترقب من خوف ولا شنو؟ ولا حزن اصلا من من خوف. يعني لا راح تحزن ولا تترقب الخوف شنو جمالية الله سبحانه وتعالى دا يغطي جمالية حول الموقف دا يقول لك أنت إلك أجر ولا خوف عليكم ولا خوف عليكم أيها المؤمنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن شاء الله وإذ أخذنا ميثاقكم زين إحنا إحنا نجي إلى شنو بدأ الحديث عن بني إسرائيل أنا قلت لكم كأنما هاي الآية كأنما هاي الآية تذكرة إحنا عدنا هاي الآيات الآيات القبل شنو كانت الآيات القبل تتحدث عن أمة بني إسرائيل هنا اجتي طبعا مو معزولة هي لا لا, لا أنا ما ما أدخل بهذا الموضوع أنا ما ما أقول معزولة ولكن أنت تحس إنه الموضوع راح غير مكان ولكن هنا رب العالمين أراد أن يمهد لي قضايا أخرى موجودة بالقرآن الآن عاد قضية بني إسرائيل وكأنما يريد بهذه الآيات يعني دايقول يقول لهم دايقول لهم يا با ترى أنتو اليهود والنصارى والصابئة والمسلمين لأن المشكلة مو بس اليهود تفاخروا المسلمين بعض المسلمين هم تفاخروا بإسلامهم رب العالمين رسالة عامة أطى بالجو على قولتنا باللايف أطى رسالة عامة وقال شنو قال, قال قال على أنه المعيار لإيمانكم المعيار لقبولكم عندي آني رب العالمين الإيمان بالله التوحيد والمعاد اليوم الآخر والعمل الصالح هذا الشيء كأنما مهد إلى الكلام مرة ثانية شنو الى امه بني اسرائيل ما ابقى هواي بالموضوع على مود لا اكون ممل عليكم واحد دي يقول له دي يقول له دي لابنه يقول له بابا الصلاه صلاه مهمه ليش ما تصلي بابا القران القران مهم افتح القران يومية تنور بهذا القران واذا واحد يحاكي منا او المره تحاكي مثلا يا شنو السحور شايف هذا ال... يعني هذا احنا نسميها بالشعب معذره شعب العراقي نسميها تريله طب يعني تريله يا شنو السحور ممكن هيك يابا السحور ما انعم الله شنو عديك يا حجيه شنو عديك انت سوي خير من الله عرفت ابني على انه شنو الصلاه والقران وحاول انه تكون اخلاق يعني شنو يعني رجعت للموضوع زين السواحد واحد يقول يا السحور شله شغله لا انا مو على السحور انا على الكلام اللي قلت لها للمره على قضيه السحور قلت لها حجيه قلت لها حجيه خوش شنو حجية أنعم الله شنو اللي عندك نعمة من الله سبحانه وتعالى يعني شنو يعني من الكلام هم دا أقول له دا أقول له ترى هذا اللي موجود هم نعم الله سبحانه وتعالى واضحة الفكرة وأكيد واضحة زين وإذ أخذنا ميثاقكم رجع إلى بني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة وذكروا ما فيه لعلكم شنو لعلكم تتقون وإذ أخذنا ميثاقكم طبعا الميثاق أنا قلت لكم هناك آيتين موجودة أو ثلاث آيات كيفما كان هذه الآيات آية فيها عشر بنود وآية بها بندين طبعا هناك من يقول على عفوا هناك من يقول على أنه هناك ثلاثة عشر بند شنو البند الثالث عشر على أنه ومن يقرض الله قرضا موجود موجود في الايات احنا لو لو راجع انا باعتبار هنا الايات لايه 83 و84 واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه خوش بعدين واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم تسعة خوش ولا تخرجون أنفسكم من دياركم هذا أني يعني عشرة عشرة بعدين الآية اللي وراها الآية اللي مو وراها قصدي في مكان آخر ماذا تقول تقول ولقد احنا عندنا عشرة هناك ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة طبعا الصلاة والزكاة باعتبار مذكورة بالآية الأولى يعني من ضمن العشرة وامنتم برسلي هذا 11 صار الايمان بالرسل شرط من الشروط شرط من الميثاق بل هو ابو ال... يعني ابو الاشياء كلها وامنتم بر... برسلي الايمان بالرسول هو الفارق والحد ما بين ما بين الكفر والايمان يعني امن بالله وما امن بالرسول لا ما مقبول وامنتم برسلي 11 وعزرتموهم هاي شنو؟ 12 يعني ازرتموهم. هناك من يقول شنو؟ في نفس الايه يقول انه 13 كانت 13 بند لبني اسرائيل، شنو؟ واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم الى اخره، يعني هناك من يقول على انه 13 بند، عموما بس احنا عندنا 13 او 12 كيف ما كان اكو ميثاق يذكرهم رب العالمين دائما اخذنا ميثاقكم. ورفعنا فوقكم الطور الطور شنو الطور المعروف على أنه ذلك الجبل الذي الذي كلم الله موسى عليه أفضل الصلاة والسلام كلمه يعني سيمكن أكو فد شبهة ممكن تكون أنه يمكن واحد يجي بباله أنه شنو كلمه يعني إحنا مو عندنا أن الله سبحانه وتعالى لو أنه تكلم فهذا يحتاج إلى شيء على أننا نتخيله يعني هذا جسم ورب العالمين بعيد عن الجسميه نحن لسنا من المجسمه فكيف الله سبحانه وتعالى هو كلم موسى القران صريح يقول كلم الله موسى زين لما نكلمه يعني يحتاج الى وجه واذا هذني كل ما موجوده كل ما موجوده ولكن يحتاج الى شنو الى لسان والى فم يتحدث منه لا القضيه ليست كذلك ان الله سبحانه وتعالى خلق الصوت وبواسطه هذا الصوت كلم موسى والا الله سبحانه وتعالى هو شيء ليس ككل الاشياء كما يقول امامنا الرضا عليه افضل الصلاه والسلام هو شيء ليس ككل الاشياء زين هنا ورفعنا فوقكم الطور موسى عليه السلام راح الى الطور طبعا ممكن ممكن يكون الطور هو الجبل خوب وممكن انه يكون جبل مثل اكو آية اعتقد بالقرآن الكريم يعني اني مشكلة النسيان عندي يعني ونتقنا فوقهم الجبل او ونتقنا الجبل فوقهم هسه مني تردد ما ادري سياه صحيحة ما ادري ونتقنا ونتقنا الجبل فوقهم او فوقهم الجبل عموما بس الثاني اعتقد ونتقنا الجبل فوقهم يعني شنو الجبل اشاره الى الجبل ما قال الطور ممكن بلاغه قرآنيه ممكن ممكن انه اشاره الى الجبل باعتبار انه هو جاء في يعني اتى بقضيه الجبل اسم الجبل في يعني سوره البقره كيف ما كان هسه عندنا الطور هو الجبل او غير جبل ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه يعني شنو؟ يعني موسى عليه افضل الصلاه والسلام لما رجع مين؟ لما رجع من الطور جاب الالواح اللي بها الحلال والحرام لمن جاب الالواح، قال لهم بويه هذا الحلال وهذا الحرام مالتكم. انا جبت لكم من رب العالمين كل الاشياء اللي موجوده، بعد قضيه العجل, العجل وكذا، هذه الاحداث كلها مرت. الان شيء اخر يتحدث موسى عنه، يتحدث عن قضيه الالواح والحلال والحرام. ورغم هذا الامر اكو مشكله في بني اسرائيل، يعني كل هاي الهوسه اللي مرت على بني اسرائيل. ولكم هاي القضيه اللي صارت والف قضيه وقضيه وسو ورفع عنهم العذاب وشلون ما كان يجيهم منا يطلعوا له من ورغم هاي انه حتى الميثاق حتى الميثاق الميثاق أخذ من عندهم زين ورفعنا فوقكم الطور زين ورفعنا فوقكم الطور شنو باعتبار انه لما جاب الالواح قال لهم ايش قال له ولا قال له ولا منو يقبل منك هذا الكلام اني اكرر شيئين هذا مو تفسير هذا تدبر لا تقولون باشر عقبة يقولون ابو ايات لانه بعض ال... الاخوه قد يعترض يقولون شنو كيف هو بدا يفسر انا ما افسر انا اتدبر هذا حق من حقوقي هذا واحد الشيء الثاني هاي لهجتي انا اقدر ترى اتحدث اتحدث باللغه العربيه وقال يقول لا انا ما اتكلم هذا الكلام وقادر على هذا الشيء واغلب الناس تعرفني ولكن انا قريب الى اذهان المشاهدين عموما هنا قالوا له قالوا له شنو ومن يقبل من كذلك هاي بالعربيه يعني عندنا شنو ومن يقبل منك هاي وين بالحسجه من يقبل منك هنا هاي الطريقه من يقبل منك زين انتم عندكم ميثاق وهذا الميثاق أخذته والمصايب اللي سويتوها قبل وطلعتوا من عدها كانت كلها كلها بوعود كل ما اريد ينزل العذاب توعدون توعدون توعدون, توعدون. هنا كانما القضيه اختلفت. ليش؟ لانه ورفعنا فوقكم الطور وراها اكو كلمه. طبعا هاي الكلمه هم راح تخلق شبهه. خذوا ما اتيناكم بقوه. يعني شنو خذوا ما اتيناكم بقوه؟ زين هسه يمكن واحد شو يقول؟ يقول ابو ايات ما اتيناكم بقوه يعني خذوه بقوه يعني يعني تعلموا منا. زين هو مو قضيه تعلموا منا. هم اصلا ما قابليه جملة وتفصيلا الحلال والحرام اللي جابه مو موسى ما قبلوه أمة بني إسرائيل ما قبلوه ليش ما قبلوه؟ لأنه اكو حادثة رفع حادثة رفع جبل فوقهم فوق أمة بني إسرائيل تتدرون تدرون شنو الجبل يعني لما يرتفع أنت تخيل تخيل الوضعية على أنه أنت في لحظة من اللحظات تشوف جبل من مكانه وأجا فوق راسك شو يصير بيك؟ يعني هنا ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما اتيناكم بقوه، يعني شنو؟ يعني انه ليش هنا بقوه؟ يبدو ان هناك يعني كلمه بين قوسين غصبا عليكم، هنا راح تصير الشبهه. راح نقول يابا هذا دين ايش؟ شنو غصبا عليكم؟ هذا دين ايش؟ اذا انا يريد يفرض علي التوراه غصبا علي طبعا اذا يرفع فوق الجبل خوش اقول له موسى اني انا وعشيرتي كلنا مؤمنين بيك ليش لان اقول له القضيه الجبل ما ما شقه فهذا ايمان مو صحيح يعني ايمان مو مو يعني مو ذاك الايمان اللي يخليك انه فعلا توازي رساله الانبياء خلي بالكم يمي رساله الانبياء ولكن في بعض الاحيان كما ان رب العالمين كما ان رب العالمين يستخدم طريقة اجبار الطرف الاخر. ليش الاجبار؟ هل ان الله يحتاجه؟ لا ما يحتاجه، ولكنه يجبره، ليش يجبره؟ يجبره على الاذعان، ليش؟ لانه هذا طاغوت لما يجبره الباقين اللي موجودين كلياتهم قد يكون يختلف التفكير عندهم. وقد يكون نفس هذا الطاغوت من الممكن حين الاجبار ويشوف قدرة الله سبحانه وتعالى خوش قد يرجع وين؟ قد يرجع إلى جادة الصواب بين قوسين بين قوسين طبعا خارج عن الموضوع بين قوسين الفضيل ابن يسار من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه فالفضيل ابن يسار هذا خليته بين قوسين على أنه في بعض الأحيان الهداية تكون في وضع ما تحس نهائياً قد يكون اسم يهزك هز الفضيل ابن يسار من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه وكما تنقل الروايات على أنه كان قاطع طريق بس ما يقتله كذا لا قاطع طريق يسلب على قولتنا زين الفضيل ابن يسار كان عدة طريقة أنه لما يهجم على عشيرة وكذا يقول للصاحب ال يعني للا للا يعني رئيس العشيرة يقول له حضر بنتك للعرس أنا أريد أعرس على بنتك فهجم في يوم من الايام على عشيره وبنت صاحب العشيره هم جميله ف بن يسار هم يعني بالاطراف مال العشيره قاعد على يعني يعرس على البنت فبالليل طلع اكو ربوه يعني تله صعد الفضيل بن يسار سمع كلام موجود بين البنيه وبين ابوها فقالت له قلت له على قولتنا يابا راح تزوجني انت قال ما باليد حيله قالت له أبا يعني اني بنت واني كذا هل معقوله راح اتزوجنا؟ قال ما اقدر. ايش قالت البنيه؟ قالت هاي الحجاب قالت والله لأشكونه إلى جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. يعني. الفضيل من فوق وقع من فوق وقع من التله بس اسم الإمام هزه بس اسم الإمام هزه. أغلق القوس أكو جماعة لا اسم الإمام ولا اسم رب العالمين ولا أي اسم يهزة ونراهم الآن في شهر رمضان فاطر عادي ويشرب وكذا وجقايرة وأكلة وكذا وما كلش طبيعية شوف هذا قاطع طريق وصار من من فضلاء أصحاب الإمام الصادق وناقل للرواية عموما أنا سديت القوس إذن ورفعنا فوقكم الطور قضية رفع الطور بكلام مرة أنه الجبل مرة أنه صار زلزال مرة أنه أكو صخرة كبيرة طلعت من الجبل وفاتت وقفت فوقهم مرة أنه الجبل ضلل عليهم فشافوا اه يعني بحيث أنه هم ناموا بالقاع وظلوا يباعون على قولتنا صفح كل هذا الأمور هي قضية أنه هناك قدرة إلى الله سبحانه وتعالى وفعلا آمنوا وفعلا آمنوا الكثير من عندهم بل أغلبهم عندما رأوا هذا الشيء مو هي معجزة ورأوها جديدة من من موسى لا 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 القضية مو هنا القضية أنه شيء شيء أرعبهم لأنه فوق التصور يعني فوق التصور هذا الأمر زين وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وذكروا ما فيه لعلكم تتقون يعني دير بالكم باشر عقبة لما مرت اللغة ترجعون وهاي دقاتكم طبعا بني إسرائيل خوش بهاي العبارة خاف ترجعون تذكروا قضية الجبل لأنه في لحظة لو واقع عليكم كان خلاكم نهائيا أنتم منتهين عن العالم واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك يلا استلم هذا هاي المشكلة هنا المشكلة هنا، المشكلة الاسترسال بال بال بالايات يخليك تنقهر 24 ساعة، هنا كانما ثم توليتم من بعد ذلك، يا ذلك من بعد قضية الجبل يعني رغم هاي رغم هاي رغم هاي رغم هاي, هاي المصيبة اللي رادت تصير بيهم وسجدوا لله وقالوا هذا هو الحلال والحرام ثم توليتم من بعد ذلك شوف رحمة رب العالمين ايش قد حلوة تخبل شوف الرحمة ايش قد حلوة ثم توليتم من بعد ذلك فلولا شنو؟ فلولا فضل الله عليكم ورحمته شوف الجماليه بابا هنا صايره هوسه ومقلوبه الدنيا قلاب هنا واذا رب العالمين بلحظه واحده شو يقول؟ شو يقول؟ يقول فلولا فضل الله عليكم يعني لحد هاي اللحظه شنو هم اكو فضل من الله ورحمة الله لكنتم من الخاسرين يعني شنو يعني بأي شنو الطريقة اللي يريد يكسبهم رب العالمين ويجيبهم خوش هم يرجعون الى كفرهم ورغم هاي المراحل هاي قوية كلش باعتبار مرحلة الجبل وفوقاية قضية خوف مو طبيعية اخواني اخواتي مو مو قضية سهلة انه الانسان يجي يتعرض لها لا لا ثم توليتم من بعد ذلك ذلك قضية الجبل فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما قال فلولا رحمة الله وفضله يمكن واحد يقول السبع آيات وتقديم وتأخير لا بها بها كلام ولولا فضل الله عليكم ورحمته على أنه تذكروا أنه شنو؟ على أنه ما يقوم به رب العالمين فضل عليكم وهذا الفضل متأتي من قسم من رحمته هذا الفضل اللي رجعكم مرة اللوخة وكنتم من الخاسرين تكونون شنو؟ رجعكم مرة ثانية إلى الإيمان ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين طبعا باعتبار الوقت أنا راح أخلي الآية 65 وما تحتها إن شاء الله إلى يوم غد بعون الله سبحانه وتعالى بس إن شاء الله أنا أكون اليوم وفيت في شيء معين اللي أقدر أو قدرت أنه أوصله إلى كل إخواننا المشاهدين الكرام وإن شاء الله بعد الفاصل سوف أكون معكم وبرنامجكم حتى مطلع الفجر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مره ثانيه اخواني اخواتي و الفقره ماذا لو طبعا كثير من الناس يعني اثنوا على هذه الفقره والثناء ليس لي لانه البرنامج خاص بابو ايات لا ولكن هذا يعني هذا هذا الافتراض اللي افترضته الحمد لله والشكر لله انا استفادت منه والناس استفادوا منه وكل من هو يشاهد البرنامج وكنت أتأمل كثير من الناس أن تشاهد هذا البرنامج يعني تفاجأت أن بعض الأصدقاء لا يعلمون بالبرنامج شنو السبب ما أدري بس بالنتيجة أنه آه الحمد لله والشكر لله أكو أكو متابعة كبيرة لهذا البرنامج آه اليوم السؤال في بعض الأحيان آه يأتيك شيء مفاجئ وهذا المفاجئ تقف امامه ولا تستطيع ان تتحرك. وبالتالي عندما تريد ان تقوم بخطوه مماثله، خطوه مماثله تريد تقوم بها تجد على ان هناك صعوبه في اختيار الشيء الذي تعطيه الى الاخر. خلي نقرا السؤال ان شاء الله على الشاشه ونشوف شنو سؤالنا اليوم الذي يخص سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ماذا لو أتيحت لك الفرصة في أن تقدم هدية إلى صاحب الزمان عليه السلام ترى ماذا ستقدم له ترى ماذا ستقدم له؟ هديه ان الامام صلوات الله وسلامه عليه ظهر، وان هناك فرصه من انه تقدم هديه الى الامام. طبعا انا راح اضرب مثل بس اين الثرى واين الثريا؟ على قولة عمر بن العاص يقول: أين الثرى وأين الثريا؟ وأين معاوية من علي؟ يمدح في أمير المؤمنين بالقصيدة الجلجلية الرائعة التي فضح فيها معاوية وأزلام معاوية. عموما أين الثرى وأين الثريا في هذا المثال؟ في بعض الأحيان ترى شخصا محترما سواء عالم دين أو سياسي أو كذا أنا أقول أين الثرى وأين الثريا الثرى وين الثريا وين سيدي ومولاي لا يقاس به أحد سيدي ومولاي صاحب الزمان سلام الله عليه فلما نشوف كذا هذا أنت عندك ورقة تريد تطيها هسه طلب حاجة من هذا السياسي أو من هذا الرجل الدين أو من هاي الشخصية أو أنت تحبه تريد تقدم له وردة فتلقى نفسك يعني شو ما كان بس هذا تريد تفلت من الحماية ومن هذا بس تريد تقول له تقول له يابا أنه هاي الوردة إلك خوش تهديد هي ماذا لو أتيحت الفرصة إليك من أنه تقدم هدية إلى سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف أنا راح أخذ اتصال بس إذا ذكرت الهدية لازم تفكرون بها زين كل زين نعم رقية من البصرة السلام عليكم شلونك عمو بايات أهلا وسهلا بيك عمو حياك الله لبيك يا حسين لبيك يا عمو لبيك يا حسين لبيك يا حسين حياك الله عمو أهلا وسهلا شلونك عمو صار الله يخليك والله عمو صار لي هوايه ما مخابرتك الصدق غير الله يخليك يعني صار لي هوايه ما مخابرتك انا رحم الله والديك عمو الله يوفقك ان شاء الله اي أيوة والله والديك رحم الله والديك سمعتي السؤال سمعتي السؤال مع الامام المهدي عجل الله فرجه نعم شنو جوابك انت؟ ايش تعطي هديه للامام؟ عمو لان انا أخذ اريد 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 ان الامام المهدي اشوفه الامام المهدي اشوفه لا آه لا لا بس اطلب من هدية. عند الامام المهدي اي اي خوش اطلب من عند الامام المهدي اطلب من عنده يكون انا هذا يشوفني الامام الحسين الهاي اللي اطلبها من سلام الله الميدي. سلام لأن الله لان هاي سؤالك ذيك لان هاي الحلقه ذيك اللي فاتت تتذكر علي هاي مو مال سليمان بلي بلي عمو هو بلي. انا هذا سؤالي انا هذا سؤالي عن مبارك اخليك براحتك طبعا تريدين تجاوبي على ذاك السؤال بس انا كنت اتمنى تجاوبين على هذا السؤال فيما اذا اكو فرصه لتقديم هديه للامام شو تقدمين انت؟ إيه تقديم هذا. مو تاخذين إيه لأن... مو تاخذين من يعني الامام إيه. لا تطين للامام اكو فرق بين تاخذين من الامام طلب إيه. وبين تطين إيه. هديه للامام شنو تطين؟ إيه لان ان شاء الله يعجل إيه إيه لان الفرج ويسهل لك علينا الله. يا رب وان شاء شكرا الله شكرا إيه. لان هذا أموت تقدر لان هذا لان هذا تقدر ام تكتب لان هذا السيد لأن رائد تكتب اسمه ان شاء الله هم الكنترول السيد رائد و... ان شاء الله يكتبون اسمه ان شاء الله ان شاء الله يكتبون اسمه شكرا عمو شكرا ان شاء الله يكتبون سيد رائد اكتبوا سيد رائد نعم شكرا عمو رقيه منو من بغداد حسن يا الله السلام عليكم حسام 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 الذهبي حياك الله اهلا وسهلا اخوي حياك حسام حياكم الله حياك شلونك حبيب قلبي لبيك, يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين اخوي العزيز تفضل ان شاء الله. الحمد لله بخير الحمد لله بشكر يا الله سمعت السؤال حسام سمعت السؤال ان شاء, إن شاء السؤال. الله اذا ظهر سيدي ومولاي سيد القائد نعم اقدم مصحف ان شاء الله مصحف يعني قران ان شاء الله زين اذا فاجأك الامام اذا فاجئك الامام قال قال لك قال لك يا حسام هذا القران لما قدمت لي اياه ايش قد مثلا قرات به او مثلا فهمت من عده شيء ايش راح تجاوب انت برايك؟ والله الاعمال يا ان شاء الله لا اقدر اقول له مثلا ايه او ايتين أو, آيه او ثلاثه دولة. او خاتم القران اه يعني جيد يعني بالنتيجه اهم شيء انه عندنا اجابه للامام هي الفكره الفكره انه انا عندي اجابه يعني لا اسكت نعم لانه على قولتنا احنا العراقيين زحمه قدامنا نسكت يجوز, يجوز النور يجوز النورانيه مالتن ايوه ان شاء الله ان شاء الله وانا طالب حاجه وبهذا اليوم ان شاء الله تقضى حاجته وتقضى حاجه المؤمنين بحق محمد محمد ان شاء الله ان شاء الله شكرا شاء الله. اخوي حسام شكرا ممنون لك يا طيب يا حبيبي شكرا لك ممنون نعم آه اذا الهديه التي تقدم الى الامام صلوات الله وسلامه عليه متنوعه ولكن انا ليش قلت بالبدايه قلت على انه لما تفكرون أو نفكر على مود ما أعزل نفسي عن القضية لما نفكر أنه نعطي شيء إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه لازم نفكر بالسؤال اللي راح يجي وراه نعم خلي أخذ أختنا الكريمة مريم من الكويت الحبيبة نعم السلام عليكم السلام عليكم أبو أهلا وسهلا بالأخت الطيبة حياك الله يا أختي الكريمة أهلا الله يسلمكم إن شاء الله حقيقة السؤال خلاني أبتسم الحمد لله والشكر لله نعم إذا تسمحوا لي بس أنقل واقع حدثت قبل كم سنة كنت في زيارة المعصومة سلام الله عليها سيدتي مولاتي فاطمة من تلمع سيدتي مولاتي نعم, الله نعم. يلتقى نعم. الجميع أي والله الله مشتاق لها والله أنا هواي مشتاق لسيدة ف... مولاتي نعم إلهي آمين، فكنت فطلعنا من الزيارة وكان منتصف الليل تقريبا وجلسنا في الباحة الخارجية للحرم نعم لقيت سيدة كبيرة إيرانية جالسة وكانت توزع على المارة قطع من الخبز محشية بشيء من الحلوى نعم فانا ما اعرف فارسيه كثير يعني قليل معرفتي فيها فاشوفها مدت ايدها لي وعطتني قطعه خبز ملفوفه بالحلوى فتشكرت منها واللي فهمت ان هديه هذه الخبزه ان تهدين صلوات للامام صاحب الزمان سلام الله عليه على محمد وعلى على محمد وآل محمد نعم ففعلا يعني سويت هذا العمل اهديت الصلوات وكنت ابتسم لها سعيده بالـ بالـ بالعمل اللي هي قاعده تقوم فيه فكانت تسترسل بالكلام وقالت انها هي على حالها لكن عاده هذه عندها كل ليله تحمل المقسوم وتجي تقعد هنا وتوزع على الماره بثواب تعديل الفرج. فسالتني قالت فرج. لي انت نعم. متزوجه؟ نعم. قلت لها لا انا مو متزوجه. نعم. فقال فتضايقت قالت لي ليش ما تحبين تهدين الايران نسمه تثقل الارض بذكر الله وتكون ناصر الله الله فلسفه هاي فلسفه هاي فلسفه <applause> حقيقة أنا ما عندي إلمام كثير في اللغة الفارسية فإن أقد لساني ما كنت أعرف أرد عليها كان ودي يعني أسترسل أكثر وأخذ, وأخذ وأعطي معاها لكن شكتر كانت العبارة جميلة جميلة ورائعة صحيح خاصة لمن, لمن يعزف عن الزواج أو يؤخر أمر الزواج يعني وهو فد فكرة فد فكرة, الموضوع. أي فد فكرة يعني ما جاية على البال نهائياً نعم أي. يعني يجب ان المرء في هذه الحاله ان يقدم مصلحه الامام، مصلحه الامام تقتضي الان ان احنا نوفر له انصار. آه ان الواحد يعمل في هذا الاتجاه، مصلحه الامام ان انت تجيب منتج برودكت، انت تكون فخور في انه يكون ناصر للامام وموالي للامام. فلو اتيحت في فرصه تقديم هديه للامام كنت راح اقدم له بما يليق فيه ذريه صالحه تنصره ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله والله يرزقك ان شاء الله يا اختي مريم. الله يسلمكم لا تنسوني من ان شاء الله الله يوفقك شكرا لاتصالك وكل الناس الطيبه في الكويت وكل الناس الموالين لمحمد محمد تحياتي لك اختي الكريمه. قد تكون قد تكون هي حادثه يعني اخت مريم يعني يعني ذكرتها ولكن بها الكثير من الاشياء. واقعا هذا هذا الشيء على انه تكثير النسل من اجل ان يكون للامام صلوات الله وسلامه عليه ناس مناصرين في زمن الظهور، هذا واقعا شيء جيد ورائع جدا رائع. الاروع منا ان يكون هذا النسل في عائلة عائلة طيبة وهذه العائلة الطيبة هي التي تكون النواة لوجود هذا الشخص الذي سوف يناصر الإمام صلوات الله وسلامه عليه شكرا للجميع خلي أخذ عماد نعم السلام عليكم يا عماد السلام عليكم عليكم السلام أخوي العزيز عماد مين أنت حبيبي من أهالي بابل على راسي أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك على راسي حبيبي الحلة وبابل كلكم على راسي حبيبي تفضل يا عماد تفضل والله البرنامج يعني مشوق ويعني برنامج حلو كلش حلو الله يخليك وممنون منك يا حبيبي تشجعني اكثر انه استمر بي اليوم يعني نعم. انا البحر متصلت اتصلت البحر متصلت وما حصلت ان شاء الله اليوم, حصلت. اليوم يعني صار الحظ وسمعت صوتك الله يخليك يا حبيبي في دول قلبك حبيبي على سؤالك اليوم الجواب يعني انا اريد اجاوب عن الباقي من الاسئله. تفضل يا تفضل مو مشكله. اهم نعم. شيء حب محمد وال محمد بعض الهديه. حب محمد وعن محمد جميل حلو هاي هديه انك تحب محمد يعني وعن محمد هي الموجوده للامام. نعم. اي هو هذا يعني يعني خلينا نسميها بمعنى اشمل عماد انه الولاية لمحمد وآل محمد خلي أجمل تكون العبارة لأنه يحتاج منا أن نعرض معتقداتنا عليه صحيح الولاية نعم الولاية لمحمد وآل محمد والحب لمحمد وآل محمد وآل محمد جيد جيد هذا وعلي. الشيء إذا هذا الشيء إذا تشعر به هي هدية تقدمها إلى إمامك هذا راح يخليك أكثر وأكثر على أنه أنت واني وكل الناس اي واحد يريد يقدم هديه الولايه لمحمد وعلي محمد لازم شنو؟ لازم يجاهد في سبيل انه يبقى بعيدا عن الفتن. صحيح لو لا عماد؟ صحيح صحيح آه اني وانت وكل الناس يعني هذا خطاب عام مو خطاب لك يعني بالتحديد. صحيح صحيح شكرا يا عماد ممنون 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 نعم العلويه ايمان من كربلاء السلام عليكم علويه عليكم السلام. اهلا وسهلا علويه. حياك الله علويه، اهلا وسهلا. مبارك عليكم شهر رمضان. الحمد لله على هذا البرنامج الرائع. الله يخليكم علوية. واكثر من رائع. شكرا علويه. عندي مداخلة يعني. نعم، سمعتي السؤال علويه؟ سمعتي السؤال؟ بلي بلي. نعم، تفضلي. تفضلي. حديثي، حديثي إلى مولاي صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. انه الشيء اللي يفرح قلب صاحب العصر والزمان انه اكون من انصاره، شلون اكون من انصاره؟ ان اكون مقدمه الى اعمالي من تقوى وايمان وصدق، انا اكون احاول اصير من الناس اللي متقين واللي يطيعون اهل البيت والموالين بصدق حقيقي. مو بس اني اقعد على الفرج واني مثلا يعني بس مجرد لقلقه لسان. جيد. اهدي له جيد. الصلوات اهدي له الولاء الحقيقي الولاء الحقيقي من بتطبيق كامل يعني, يعني يعني علويه يعني علويه اذا اذا هيك يعني احنا احنا لعد امام قضيه مهمه كلش مهمه من اننا من ده. اننا عندما نقدم الهديه نقدمها كامله انا اللي من كلامك هيك انه كامله ده. لا فيها ليس فيها نقص نعم يعني انا انطي مثال نعم. مثال مثلا احنا الله سبحانه وتعالى مو يقول بر الوالدين يعني نعم. أمي مثلا أو والدتي أو والدي من من مرافقة أصدقاء السوء. نعم. إذا أنا أطيعهم راح أفرح قلب الأم والأب. أما إذا أنا ما أطيع والدتي راح صح أكون من, من العاصين. فكيف صاحب الزمان؟ يجب أن نطيعه بكل أعمالنا. مثال أن نكون حلو. يعني لازم نكون صادقين باعمالنا، صادقين بولائنا، ولا حقيقه، هذه هديه الى صاحب الزمان اقدمها، ان اكون صادقه باعمالي وبولائي، هاي الهديه اللي تفرح قلب صاحب الزمان. الله يبارك فيك علويه وجزاك الله الف خير، الفكره وصلت الله يوفقك ان شاء الله، تسلمين علويه ممنون ممنون ممنون. ممنون اذا آه اخواني اعزائي عذرا باعتبار الوقت والسحر ان شاء الله. سيبدا بعون الله سبحانه وتعالى وما زال الحاج مصطفى الصراف المعروف بمصطفى المؤذن ان شاء الله حج مصطفى سوف يكون معكم ولكن بعد انتهاء هذا البرنامج اذا انا انتقل مباشره نعم الى فاصل قصير وبعد ذلك بدقيقه واحده وارجع اليكم الى بطاقات الامن. حياكم الله اخواني اخواتي وبطاقات الامل ان شاء الله. انا دائما دائما احاول من خلال هذه البطاقات ان نعيش اليوم ليوم غد ونحن في ذكر امام زماننا الحجه ابن الحسن. أنا من ناحيتي من اول شهر رمضان انا وعائلتي قبل الافطار اللهم كل لوليك الحجه ابن الحسن. فارجو انه لا تنسون عند الافطار وعند السحر انه دعاء الفرج الشريف فلنبدا بالبطاقات الاولى التي سوف نقراها البطاقه الاولى بطاقه الامل اجمل لحظه هي اللحظه التي يتحقق في النهايه ما صبرت لاجله تمسك بالامل البطاقه الثانيه حين لا تحب المكان استبدله وحين يؤذيك الاشخاص غادرهم حين لا تحب المكان استبدله وحين يؤذيك الاشخاص غادرهم وعندما تمل من حياتك حاول ابتكار فكره جديده. المهم في نهايه الامر ان لا تقف متفرجا وتشاهد انهيارك بل اصنع الحياه من جديد ارجوك ارجوك تمسك بالامل. البطاقه الثالثه والاخيره الامل هو تلك النافذه الصغيره التي مهما صغر حجمها الا انها تفتح افاقا واسعه في الحياه اللهم عرفني نفسك فانك لم تعرفني نفسك لم اعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني يا الله يا أيها المولى الولي ومن به الشرف العلي ومن به أنا واثق لا أبتغي مولى سواك يا أبا صالح لا أبتغي مولى سواك ولا أرى إلا ولاك ومن عداك فطالق كم يعذلوني مولاي كم يعدلوني في هواك تعنفا كم يعدلوني في هواك تعنفا أنا عاشق أنا عاشق أنا عاشق وإلى الغد إن شاء الله وبرنامجكم حتى مطلع الفجر